أيها السائر، ماذا تريد؟ إذا كنت تريد الله سبحانه وتعالى فأنا أدلك على طريقه، فلا بد حينئذ أن تعرف علامات الطريق، وأن تعرف عقباته أيضا، وأن تعرف المسافة الزمنية التي ستقطعها حتى تبلغ المنزل. فهل عندك علم بكل هذا؟ إنما نزل القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المباركة لبيان هذا الطريق، فحتى تكون على بينة من أمرك وتعلم أن الأمر جد كله، ليس فيه شيء من الهزل مطلقا كما يظن بعض الناس، وأنهم أتوا إلى الدنيا يأكلون ويشربون وما يهلكهم إلا الدهر، هؤلاء مآلهم إلى النار قطعا. ويدل على ذلك الآيات القاطعات في كتاب الله سبحانه وتعالى. الطريق على وجهين، قال الله عز وجل فيهما: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: إنا هديناه النجدين، النجدان طريق الخير والشر.